والله بالنسبة للخدمات مش 25 نائب المفروض البصرة لها أولوية. البصرة هي أم الخير، هي أم يعني مركز العراق البصرة. يعني ليش ماي مالح؟ كهرباء مو ذيش الكهرباء، خدمات، شوارع يعني موشي. المفروض على البرلمانيين أهل البصرة يديرون بالهم على البصرة، يشتغلون لازم للبصرة، لأن هواي أمور للبصرة ما قاعدة صورة صحيحة. مو شو اسمه المطلوب. والله احنا مناشدتنا ومن خلالكم ومن خلال اذاعتكم هاي وشخصك الكريم انه توصلون صوتنا للبرلمانيين اهل البصره، لازم يشتغلون للبصره، يديرون بالهم على البصره، لان فاتت الحكومات وتعاقبت ماكو نتيجه للبصره. كهرباء والماي المالح وشوارع، يعني هواي البصره عوزه خدمات. مشاريع اللي معطله محافظه البصره، اولا البصره هي مصدر الغذاء للعراق بالكامل. والبصرة من تجيها جسورها تعبانة، شوارعها لا بيها. يعني هسه أعطيك مثال على جسر اسمه محمد القاسم. الجسر منهار صار له فترة طويلة من الزمن، باقي طالع الحديد، إلى حد وصل للنهاية سدوه. قام البصرة بين الزبير، بين القصر، بين سفان، بين بغداد، بين ناصرية يربطها جسر الزبير. من تطلع عليه، جسر الزبير ما يتحمل هذا المكان، هاي وحدة من النقاط. تجي للشوارع، الشوارع نفسها، الشوارع يعني لو كل شهر من البلدية يطلعون يصلحوا لهم حفرة، حفرة مال سمنت وفي مال لا وزفت ويتصلح، تجيها محفرة، ما بيها شوارع، ما بيها مكان، ولعدة مشاريع ولعدة والغيرة والقمة، يعني هواي احكي لك على معاناة البصرة، وأنت شوف هاي قدام عينك وشوف شنو نفايات ترس الشارع، أنت هسه واقف تنوع النفايات شوف شنو النفايات؟ عامل بلدية والله العظيم هذا المفروض أول هو ما راتبه ينعطى، أول ما راتبه يكون أعلى راتب. ليش؟ لأن هي النظافة تجي منين؟ من البلدية، من العامل البلدية. عامل البلدية مو أعطيه 5000 10، لا أعطيه حتى 50000، لأن هذا هو اللي يخلي البلد جماليته. على ماي تجي ماكو، على أمور بسيطة ماكو. هاي المشاريع، وإحنا للنفط شوف نسبة المرض بالبصرة شقد، مرض الخبيث الله يستر، شوف شقد نسبته، شوف ايش قد، اقرا النسبه مالته وشوفوها، شوفوا تابعوها من وزاره الصحه، يعني تمرض من الدخان وهلا ما محصلين منه، ما مستفادين. شنو ادعى؟ تجي بيت تلقى بي 10 نفرات، 10 نفرات دينار واحد ما يطبهم من الدوله. انا هسه احاكيك هذا مواطن، يعني عائلتي توصل تعدادها ب 28 30 نفر، لكن دينار واحد ما استلم من الدوله، اي راتب ما عنده، وعد بها حوالي 10 بس ولد، تجي عليها ابني وابن اخوي وابن ذاك كلها بطاله قاعده. شنو نسوي؟ هسه انا واحد من الناس هذا، لكن كيف غيري؟ شلون؟ احنا يجوز مثلا نقدر ندبر امورنا، نقدر نشتغل، نقدر نسوي، لكن غيرنا ما من يجيب؟ على شنو؟ وين نفط البصره؟ نفط البصره هل المفروض؟ هسه خوش احنا ما نريد نعزل نفسنا عن العراق،
مثل ما تطون كردستان، مثل ما تطون الفلان شيء، مثل ما تطون زايد من الناس، انطوا البصرة هم انطوها حقوقها، انطوها ضيفوا له. والله عندنا هذا مشروع الزبير يمكن صار له 3 سنوات ما 4 سنوات، الحدان المشروع يعني مو كامل وجاي يسبب زحامات العالم. عندك هاي مقاطعة 73 مال البلدية ما أخذتها شريكة صار لها سنتين، لا هي مبلطة ولا هي مكملة خدمات، يعني الوضعية تعبانة كلش يعني بالبصرة كلش، مو شلون ما كان يعني ما تبوع الزحام. عندك هذا جسر الكزيزي هم الزحامات، ويعني ما تعرف شنو الوضعية، مشاريع وايد متوقفة وايد. عندك مال الكزيزي متوقف، عندك مالات جسر الزبير هسه اللي ما يقرب 4 سنوات، جسر ايش واقف على طوله واقف. عندك هذا اللي قبال المعهد الفني هم واقف، عندك وايد مشاريع واقفه. عندك ها مقاطعه 73 وين البلديه منها؟ هاي صار سنتين طابه شريكه، هي اللي قد العقد ماله سنه يمكن ونص، هاي صار فوق السنتين ماكو رقابه عليها. احنا نعاني من البنزين ذيك الايام، يعني اذا ماكو بنزين ينقطع رزقنا. بنزين ذيك الايام كلش يعني تعبونا به، وما جاي يعني اذا ماكو بنزين نظل بالبيت ما نطلع. واحنا نريد من الحكومه نريدها توفر لنا البنزين. ناشد قناتكم الموقره، خلي يوصل صوتنا المحافظ. احنا 2009 خريجين 2009 2010 المحاضرين الجدد 2020، الملف بقى يم سياده المحافظ. يعني احنا نريد من سياده المحافظ يعني ينظر لهاي الشباب الخريجين، احنا مثل ما تقول احنا هم ولده، خلي يلتفت الى ان الخريجين 2009 2010 واحنا ظل الشباب ظل الله وكيلك ظل بالشارع، يعني لا راتب لا فلوس لا رعايه لا كل شيء، قاعد العالم هسه احنا يجوز شويه ناكل ونشرب الحمد لله، اكو غيرنا لا والله الله شاهد، يعني شوف الشباب حصر عليهم ال1000 دينار. سعيده بالنسبه للشباب، الشباب هذول يعني مثل ما تقول شبابنا هنا بالعراق حاليا انه متدهورين الى اخر درجه، يعني نقول ليش؟ لأن هو عاطب من العمل، لا وظيفة، لا يعني فت مستقبل، لا استقرار إليه، لا عنده مرة، لا عنده بيت، يعني تجي أي دائرة حكومية ما يشغلونه. تروح على دول الخليج تلقى البنغلاديش، وليش من دول الخليج؟ عندنا هنا بالعراق يعني البازيخالات مال العراق عندنا موجودة بالعراق بالبلد مالنا. تلقي بنغلاديش، هندي، صيني، يعني جاي يشتغلون بالبلد مالنا. وهاي شباب مالته طايشة يعني، يعني من يسجنونه ليش كظوه؟ شو مسويته؟ والله عنده مخدرات، ليش هو عنده مخدرات؟ ليش ما عنده مخدرات؟ ليش هو؟ كيف السبب؟ سبب المجاعة مالته، سبب العطالة مالته، لا عنده استقرار ولا عنده أي شيء يعني، يعني ربع دينار أو 1000 دينار ما يملك عنده ولا بيته ولا عنده بجيبه، هو شاب يريد استقراره، يريد مستقبله، يريد يعني يريد يتزوج، يشوف حياته الطبيعية بالبلد ماله، لأن يعني هو البلد ماله كله يعني دمار بدمار، زين هذا طبعاً اللي يشوف شغلات يعني منحرف عن الاسلام وعن الطريقه الاسلاميه، منحرف هذا، انا واحد من العالم اللي اشوف الواحد منحرف وانا منحرف، هم قال له تعال، ليش تعاطل؟ تعال وياي. ينحرف على طريقه مو زين يعني. الانتحار ليش؟ شنو سبب الانتحار؟ الانتحار يعني هذا شاب يعني عمره بعمر الورد يعني 20 سنه عمره 25 سنه. هذا شاب شو عنده؟ هو ليش ينتحر؟ هو لو عنده وظيفه، لو عنده عمل، لو عنده شركه ومتزوج كان ما ينحرف الى طريق ثاني. بيت اطيه، شنو المشكله بي؟ ليش هذا سبب انتحار معروف؟ يعني ظاهره الانتحار وسعد بشكل يعني لا تطاق يعني. يعني شنو ذنب هذا الشاب يعني اذا ما يلقى له وسيله عمل يعيش بيها، لو يدبر امره، لو هم يريد يدور على زواج، يدور على استقرار ببلده بمحافظته. ليش يعني هسه هاي الشباب يعني تدي الى الانتحار واذية المجتمع، ويدورون حش سامع بسوالف مو زينه مثل الكريستال ومثل الاجل الله سامعين المسكرات فهاي الشغله احنا اللي نريد من المسؤولين انه يتابعونها، لان هذول خطيه ومراقبه الجسر هذا الجسر الايطالي يا ما ناس الله وكيلك وقفون فوق الجسر الايطالي وذا بروحه، شنو ذنبه هذا بالله؟ انتحار، هذا انتحار، هاي دمار مجتمع. يعني لو التجئ الى هاي الاشياء وبحيث اصير غني، لو ادور كريستال وابيع كريستال، لو ادور طبعا 3/4 هسه شباب الله وكيلك تلقاهم بالسجن، ها، على قضيه كريستال. يعني الشعب طبعا ينتحر، الشاب وين يروح؟ لا شغل لا عمل لا رعايه، وطبعا ينتحر من شغل ما الى شغل، ينتحرون الشباب شغلات العمل ماكو،
هسه كل العالم تروح وتجي، هسه يطلعون هاي العماله يروح لهنا ويجي فارغ من العامل، وماكو كله كاظ الشارع وقاعده. شغله في انتحار، شغله في انتحار، طبعا ينتحر هذا وين يروح؟ والرجال اللي موجودين، يعني الرجال اللي موجودين ان شاء الله الدنيا والخير جاي ان شاء الله. يا الله الله يجعل الخير ان شاء الله للمجتمع العراقي. لو انا شعب العراق لو بعد من عده كل شيء ماكو. ما حد يفصل، ما جالي هو يعني يمكن واحد يعرفهم بس من فتره دوره الانتخابات، يعني اثناء الدعايه الانتخابيه، لكنه من وجه لامس العالم، وقف على احتياجاتهم، يعني الامورات هواي صارت، موضوع الاسعار، موضوع الدولار، موضوع هواي امور صارت ما شفنا لهم في الدور، يعني بالكاد ما نعرفهم، يعني مو انت واصلهم ويا العالم، يعني شنو الاثر الايجابي اللي تركوه ما نحس اكو في الدور ملموس. زين البصره الشيء يعني الغريب بالامر انه البصره معيشه العراق، يعني واردات العراق تقريبا الى حد ما يمكن 90% هي من البصره، معيشه العراق، لكنه واقع البصره يوازي ما تقدمه يعني من من من, من ثروات ماكو، ما لهم دور يعني. زين هم شنو يعني دورهم سلبي بالبرلمان تجاه، يعني المفروض النائب يمثل محافظته، يقدم فد شيء ينقل معاناه حتما، يعني شنو دوره بس قاعد بالبرلمان وساكت يعني. هاي بالحقيقه كنا نتامل خير بهاي الحكومه تقدم للبصره، لان البصره يسمونها البقره الحلوبه، النفط والدنيا والمواني والحدود كلها، وهاي رواتب البرلمان والامه كلها تاخذ من هاي البقره الحلوبه، بس ما شفنا شيء. عود الروح الروح بلطوا لنا شارع، عود الروح الروح سووا لنا هاي. احنا نريد شيء، نريد المعامل تنفتح، الحديد والصلب، البترو. ليش هسه عندنا مناطق بالبصره يشربون ماي مالح لحد هاي الساعه؟ ليش تجي لنا ايام الصيف نتحصر على الكهرباء، على البرمجه وغير البرمجه، بينما هي الفلوس مال المحطات اللي انبنت من البترو دولار مال البصره، وياخذون يسوونها على الوطنيه يودونها لبغداد ويبرمجون علينا حالنا حال اي محافظه. احنا مظلومين، ونتامل كلنا خير بالنواب، ولكن النواب ما حد قدم، ما حد قدم النواب، ولا واحد قدم، محسوبين نواب على البصره ولكن هم ما قدموا. نريد احنا من هاي النواب الجدد في هاي الدوره ان يقدمون، ينزل للشارع يشوف معاناة المناطق الشعبية، يشوف البطالة، يشوف العمالة الأجنبية اللي ترست هاي النفط، يجيبون من مصر ويجيبون من غير دول، من ماليزيا، وهاي عندنا الشباب كلها قاعدة. ليش هيك؟ ليش؟ زين نتأمل خير بوزير النفط أستاذ إحسان، طلع ضد البصرة الرجال يشتغل مو يا البصرة. المشاريع يلا يلا يسوون هاي المجاري والشوارع، اي مشاريع نريد، مشاريع عملاقه، نريد محطات مال مياه تحليه، نريد محطات كهرباء، نريد هاي المعامل مالتنا اللي انسدت تنفتح، كلها تنفتح، نريدها مجرد صيانه نرادلها، كل شيء ما نرادلها. هاي ما عندنا مشاريع عمالقه.
أنا مواطن من البصرة، وتشوفون الوضع الحالي اللي نمر به وضع كلش متأزم. منها أولا المواطن عايش برعب وخوف، أكو ناس حشاك غير مهملين بهالشي هذا، من ناحية الأوساخ، من ناحية هذا الشغلات المزينة، من ناحية الوضع المعيشي اكو ناس فقر غير. والله النواب يعني ما اشوفهم شايلين اهميه بهيش الشغله، لو شايلين اهميه كان يحيلوا للمواطن. المواطن اكو ناس فقره، ما المعيشه ما عندهم، يعني مثل هذا الكسبه، اكو كسبه ما يعني ما يقدرون، معيشتهم كلش صعبه من ناحيه لو هذا اوفر لهم شركات، افتح لهم شركات للمواطنين هذول، الناس الضعفاء، الناس الطايحين، مثل هذا يشتغل عماله، هذا يشتغل تاكسي، اوفر له يعني شغله زينه. ليش هسه من الوضع يتازم؟ الفقير يروح بيها ينتهي، بس التاجر يعيش. احنا انا عندي محل بس منطقه شعبيه، يعني انا يوميا اجي اسوق من العشار، اجي اروح للجمله اشوف الاسعار كلها جايه ترتفع يوم على يوم. يعني سلعة أم 5000 صارت 6 و7 و8، يعني المواطن يعني بهذا هم جاي يتأثر، لأن يعني المواطن دخله محدود، معيشة شوية صعبة يعني، وإحنا هم جاي نتأثر أكثر، لأن يعني إحنا يعني ما جاي نطلع فلوس الإيجار مال المحل مالنا، ما جاي يعني نلحق حتى المعيشة مالتنا اليومية، ما جاي نطلع وارد من عند المحل، وكلها جاي نخسر، يعني جاي نخسر مضاعف. يعني هسه محلاتنا كانت متروسه مواد غذائيه، هسه ماكو، يعني تدخل المحل اكو مواطن يجي على مواد ما يحصلها بالمحل مالتي. يعني الاسعار جاي ترتفع يوم على يوم، وجاي يتعب المواطن واحنا هم جاي نتعب وياه. يعني علما هاي الطماطه عراقيه، الخيار مال النجف هم عراقي، الاسود عراقي، بوتيتا عراقية، البصل إيراني، الليمون تركي، هذا جزر إيراني، فلفل حار وبارد إيراني، خس إيراني واللهانة إيرانية، يعني أزيد الزرع هو استيراد. أيوة أكو طماطة هم إيرانية مش موجودة. السبب ليش هيك تجي؟ السبب قلة الزراعة. هي لا أزيد الأقل، قبل وين كان يستورد؟ قبل ماكو استيراد زرع. بس هسه قلة الزراعة جاي يستوردون، يعني إذا ماكو استيراد يغلى الزرع. كضوا الطماطة بالحدود هاي صار 3 أيام صعد الزرع. ضالين على الحدود. يوم الزرع يطوب من إيران يرخص الزرع، ما يطوب زرع من إيران يغلى الزرع. الفلاح العراقي يقول لك أنا ما عندي دعم ويغلى الزرع. صراحة هذا سعر الدولار أثر على السوق كله. يعني من صعد الدولار لحد الآن السوق يعني كله تعب وناس تعبت، وأثر على السلعة، يعني السلعة كلها صعدت، السلعة صعدت مو ضعف ولا ضعفين، 3 أضعاف. فهاي كلها أثرت على السوق، هذا سعر الدولار دمر السوق كله، ويعني هسه الناس كلها تعبانة، السوق كله واقف من وراء سعر الدولار. فالمفروض على الدولة أنه ترجع الدولار شلون كان قبل، ترجعه مثل ما كان، حتى السوق يستقر، الكاسب يشتغل، الفقير يشتغل، لأن هسه أثر على السوق كله، يعني تقريبا يعني ماكو حركة.
سوق ميت يعني. قبل شغل زين، هسه لا، هسه اختلفت، الناس تعبت. طبعا ارتفاع سعر الدولار اثر سلبا على الاسواق العراقيه، وخصوصا مناطق مالتنا هي البصره اللي هي من ضمن يعتبر منفذ شلامشة قريب إلها، والميناء همينا موجود يمهم، اثر خلى الاسعار ارتفعت، المواد كلها الغذائيه ارتفعت، البيض مثلا الدجاج، اللحوم، الاسماك، الالبان كلها ارتفعت، اثر سلبا على السوق، حتى صار الاقبال الشراء مال المواطنين كلش قليل، في حين انه الراتب مال الموظف نفسه هو ما تغير، لان اكيد الموظفين ياخذون بالعمله العراقيه، بالاضافه الى انه همينا الشركات اللي اجت ناس تستثمر بالعراق كانت حاسبه على سعر الدولار القديم، ومن ارتفع ماكو اي تعويض لهم، همين اثر على الايدي العامله اللي المفروض تاخذها من السوق، قامت تجيب ايدي عامله اجنبيه متفقون اياهم على الدولار، هذا همين اثر. حاليا الاسواق كلش بيها ركود. من كان الدولار نازل كان اكو شراء، هسه ما ارتفع الدولار قلت يعني شراء، الموظف يعني راتبه يجيبه من هنا من ما يلحق يعني، كانت المواد رخيصه فاكو اقبال على الشراء، صعدت المواد قلت الشراء، واحنا اصحاب محلات يعني تضررنا هواي. والله المشاريع معطلة، احنا ناس عمال نشتغل هنا لا شغل ولا عمل، وكاتلنا ضيم بينات العباس ابو فاضل حصر علينا 1000 دينار، طلعنا مظاهرات كشي ما حصلنا، وهل كانت النظيم بينات العباس هاي قعدت لهنا، والحسين الشيد حصل عليه 1000 دينار، شاب انا مو من حقي لولا، كان نفط مالنا وين يروح؟ نفط مال البصره وين يروح؟ والحسين كانت انه الضيم بينات العباس حتى ما عندي مسواق اسوق للبيت، وهم زين ما مزوج انا، عمي لو مزوج لا بينات العباس اموته، لا شغل ولا عمل، وكانت النظيم والله العظيم هاي هنا نروح ونرجع لا مره لا مرتين لا ثلاثه لا اربعه، يعني وين يعني هسه الدوله تجبرك يعني تجبرك تروح شغلات تعبانه. يعني هاي نطلع من الفجر بالخمسة مرات بثلاثة بنص الليل والله، وظل الحد لنا، واللي يجيك هسه اذا جاك واحد بسيارة صر علي كتلة هيك العمال، انت شفت بعينك استاذ، شفت بعينك يعني اذا جاك واحد صر كتلة علي، يعني حتى تصير مشاكل، وهات تشوف الضيم لا شغل لا عمل، والحسين كاتلنا حتى الضيم، والله كريم شو نقول بعد، وهذا الكلام اللي عندي هسه، وحسبي الله ونعم الوكيل. شغل ماكو، لا تعيين لا وظيفه، تروح لك البكان تريد تشتغل يقول لك انا البنغالي يعطي 10000، انت شنو يعطيك 15؟ انا اليوم مواطن عراقي اذا ما القى شغل اروح للحرام، التجي للحرام ما ابي شيء، ماكو شغل من اسوي الحرام ابيع وابوق واسوي كل شيء، اسلب ماكو شيء، ماكو وظيفه، ماكو ربع دينار ما عندي، هسه من ارد اجي كروه ما عندي، من ارد اروح لاهلي ما عندي، انا شنو ذنبي؟ يا اما انتحر يا اما اسوي الحرام، ماكو غير شغل، يا اما تاجر باي شيء، شنو الشيء اللي قبالي ابوقه؟ اللي قباله يطقه اللي قباله يسلبه ما عندي شمنين، ابوك لا دوله بيها حظ لسادك ولا اكو واحد يطيك
ولا اكل يشغلك ولا اكل يعينك، ذن كلن ما موجود عندنا. اليوم تهيج انظر، هاي البنغاليه تارسل مكانات، تروح البنزين خانة تلقى بها بنغالي، تروح المحطه مال الغاز بها بنغالي، الشركات بنغالي، المنظف بنغالي، شنو هاي ذنبنا؟ هاي قهاوي هسه بالعشار بها بنغالي، القهاوي متروسه بنغالي، احنا اليوم تهيج. بالنسبه للازمه مع البنزين والغاز اللي تاثر علينا، احنا ما عندنا رواتب، ما عندنا لا رعايه ولا شيء. كان اللي عنده راتب منا بالنسبه لنا شالوه، لانه عنده سياره، والسياره ما سوالها قدامك ولا سياره ما سوالها حتى 50 ورقه، وقاعدين على الطاله بطاله تقريبا. شوفوا على الطاله بطاله الازمه، اذا تلزم سره من الصبح للظهر لو يوصل لما يوصل، وصل السره لك خلص، بقى بس هذا الوقت هاي البنزين محسن. يقول لك ما جاي نحصل عليه احنا بالنسبه لنا، وهاي جاي نعاني منها كل المحافظات، يعني مو بس البصره بالذات. يعني والمشكله، يعني المشكله هي من المحطات، لا من التجهيز مال المحطات. المحطات هم بالنسبه لهم يجيهم بنزين ينطونا، ما يجيهم بنزين هم يعزلون يقعدون. شيء اكيد اذا توقف البنزين راح توقف العمل، راح يتوقف كله. يعني بالنسبه للشارع السوق السوداء يعني ما نقدر نشتري احنا، لتر البنزين يصعد، لتر الغاز يصعد، يعني يصير ب 1000 دينار السلعه، شيء اكيد كلها راح تصعد. يعني فاحنا ما نقدر نشتغل، فيش هذا راح يتوقف العمل كله، فراح نقعد يعني احنا عن العمل. طالب الحكومة توفر لنا البنزين، توفر لنا الغاز، فالمواطن شيء أكيد يعني صعب عليه يشتري مثل البنزين ب1000 دينار. طبعا التدريس حاله كحال بقية الأمور في العراق، مثل الصحة ومثل الصناعة ومثل الشغلات الإدارية الأخرى ومثل الخدمات، لكن التدريس يصدر الأمور كلها. السبب في ذلك لأن البلد، مستقبل البلد يعتمد على التدريس، لأن التدريس هو الطالب من يدرس ويتخرج ويصير صاحب شهادة، فمن يطور نفسه راح يعتبر ركيزة الأساسية لبناء البلد. لأن الدول الأخرى غير العراق، يعني هذا التطور اللي تشهده تلك الدول معتمد بالأساس على التدريس. ليش؟ لأن العلم هو الركيزة الأساسية في تطور الإنسان في كل الأمور. مع الأسف التدريس بالعراق عندنا أصبح فد يعني طريقة قديمة، وطريقة لا يعني يهتم بها من ناحية بناء المدارس، من ناحية الكتب، من ناحية المناهج، من ناحية الهيئة التدريسية. تلقى المدرس أو المعلم ما يعير أهمية في المدارس الحكومية مثل ما يعير أهمية في المدارس الأهلية، مع العلم أن أكثر الشعب العراقي كما تعرفون أنه حالته المادية ضعيفة.
ولهذا القلة القليلة من الشعب العراقي يذهب إلى المدارس الأهلية، وكل من يذهب المدارس الأهلية مو شرط حالته المادية زينة، ليش؟ لأن يخاف على مستوى أولاده فيضطر يضايق على نفسه ويدز أولاده إلى المدارس الحكومية الأهلية في سبيل الحصول على علم والحصول على الشهادة. صحيح ان صاحب الشهاده بالعراق الان ما حد يعير له اهميه، تلقاه هو اهم شيء عنده ان يتوظف، ان يسخر الماده العلميه اللي تلقاها بالتدريس يطبقها على ارض الواقع في كل الاختصاصات الهندسيه الصحيه كل المجالات. مع الاسف احنا بالعراق هاي الامور كلها عندنا مقضيه، لان هسه الدوله بالاساس مهتمه بنفسها، ما مهتمة بالشعب ولا بالتدريس ولا بالصحة ولا بالصناعة ولا بكل ولا بالزراعة وكل مجالات الحياة. ولهذا المشكلة الأساسية بالتدريس هو الإهمال. الإهمال تلقى الطالب الفقير لا ما يقدر يعني يطور نفسه أو يستمر بالدراسة، لأن المدارس الأهلية طبعا غالية، يعني ما يقدر الطالب أن كل طالب يذهب إلى المدارس الأهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوع جدا مهم جاي نعيشه، خاصة في هذا الوقت وهي بداية العام الدراسي الجديد. نتأمل ونطلب من المسؤولين سواء كانوا في وزارة التربية أو سواء كانوا في الحكومة الاهتمام بالمدارس وخاصة الصفوف والقاعات المدرسية. طلابنا جاي يعانون يا أخي، ما يصير هيك، يعني طالب يروح للصف ب60 طالب شلون راح توصل للمعلومة؟ شلون راح يفتهم؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية يعني أنتم شوية اهتموا بالبنايات، سواء كانت بالحمامات سواء كان بالتبريد سواء كان يعني المكيفات. جاي يعانون طلابنا يا أخي والله ولدنا من الحار أو بالشتاء من المطر ومن البرد، شوية نريد الاهتمام بالمدارس. هاي شغلة. الشغلة الثانية التعليم، يا ريت شوية اهتموا بالتعليم حتى توصل المعلومة للطالب، سواء كانت عدة مواد الرياضيات الإنجليزي جاي نعاني منها بكل يعني كل صعوبة شوية طلابنا، فيا ريت تهتمون شوية فقرة التعليم وشوية فقرة المدارس، سواء البنايات وترتيب البنايات والاكتظاظ مال السكان. ما يصير طالب يجي يلقى مكان يريد يقعد بيه ماكو، شلون 60 طالب بقاعة واحدة؟ ما يصير هيك، فيا ريت تسوون لنا حل. بالنسبة للمدارس، المدارس الحكومية أنا بالنسبة لي أنا هذا الوياك بطلت من المدرسة، تدريس ماكو. مدرستنا بالحيانية كان تدريس كلش ماكو، يعني ضرب الطلاب يضربونهم، تدريس ماكو، يعني معلم يعوف الصف ويروح يخابر. أكو هيك معلم؟ يعني شايف لك معلم يعوف الصف يعوف شغله ويروح يخابر؟ التدريس كلش ماكو، تدريس ماكو، رحلات ماكو، طلاب ماكو، طلاب يعني عدد طلاب ما يجون المدرسة، ما يجون درسون أهلية جاي درسون أهلية، عدد طلاب يدرسون أهلية، والحكومية هسه فارغة، المدارس الحكومية فارغة، أنا أقول لك فارغة لأن تدريس ماكو وش اسمه معلمية ما لهم احترام، اغلب الطلاب ما يحترمون المعلميه، المعلم يعني شيخ علي الطالب. السبب ما المعلم ما يدرس عدل، لا يدرس عدل، يعني يضرب الطالب، حتى طالب من يضربه وهاي يظل الطالب يعيدها يكررها مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه. يعني انا هسه بصف سادس ابتدائي وبطلت، عفت المدرسة من وراء التدريس الفاشل.
وعلى هذا طالع السيارة طالع. بالنسبة للواقع الصحي اللي موجود بالبصرة، احنا الواقع الصحي بالبصرة معدوم نهائيا 100%، ما عندنا شيء اسمه واقع صحي. المستشفيات الحكومية ما بيها متابعة من وزارة الصحة نهائيا، الصيدليات ما لها متابعة نهائيا، الأطباء الأخصائيين ما فرد مرة بحياتي شفت أجا مسؤول أو منها نقابة الأطباء أجا سأل وشاف الوضعية شنو وشنو تعامل الأطباء ويا المواطنين. مو تجي للمستشفى الحكومي، المستشفى الحكومي يعني شو معدوم 100%، تجي تريد لك سرنجة اللي هي أبسط شيء بالأجهزة الطبية سرنجة ماكو. قبل 4 أيام 5 خذيت أنا ابني نفسيتي خذيت ورحت لهذا التعليمي عنده مقص وطونه إلى مغذي، ساعة أنا أفتر بالمستشفى لقيت المغذي بس قالوا والله كانونة ما عندنا. أكو مستشفى حكومي كانونة ما بيه يمطيك علاج يقول لك روح اشتري من برا المن فاتح مستشفى. أكو ناس عندها أمراض مزمنة وناس ما عندها إمكانية ظالة نايمة بالشوارع، اكو متابعة لها ماكو واحد تابعه وماكو واحد اجى من الدولة اجى مسؤول اجى من نقابة الاطباء واجى وافتر وافتر عن المستشفيات. تروح لبو الصيدلية بتاريخ العالم ماكو تروح لبو الصيدلية يقول لك تريد علاج اصلي لو عادي صايرة هاي واردة تطير راتيتها مال الدكتور يقول لك تريد العلاج اصلي لو عادي عندنا اصلي وعندنا عادي. حياة انسان هاي. اكو نا اكو هيئة دخلت على الصيدليات وسألتها، اكو اللجنة اتجمعت واجلت وافترت على الصيدليات وقال لهم تعال انت لما يعطيك الراشيته وتقول له اكو علاج اصله واكو علاج عادي. حياة انسان هاي شنو اصله عادي تجيبها الى هذا هاي يقراها قال لك تكلف 50,000 دينار، تروح للثاني يقول لك والله انا العدي يختلف هذا 100، تروح الواحد يقول لك ب25، وين اكو هيك؟ اكو شيء هيك بهاي الكرة الارضية كلها افترها ماكو هيك شيء. هذا شنو؟ هاي عدم المتابعة وعدم المراقبة وعدم المسؤولية بالبصرة. ماكو مسؤول. أنا أتحدى أي واحد يقول لي أنا مراقب الصيدليات أنا مراقب الأطباء أنا متابع المستشفيات، وين أكو مستشفى تدخل له حباية براسيتول ما بي كانونة مال مغذي ما بي المن. أكو ناس تروح للدكتور الأخصائي تريد يجري لك عملية قال لك إيه هاي عمليتك 3 أشهر يلا يلوحك السرة أنت عندنا تسلسل وعندنا اسماء، واذا على حسابك ب4 ملايين ب5 ملايين ثاني يوم يسويها لك، شنو هذا الفارق؟ هاي لازم اكو متابعه من وزاره الصحه من نقابه الاطباء تتابع هاي الامور وتمشي وتسال انت الدكتور لما الى بفلوس باكر تسويها واذا على الحكومي تبغى لك 2 أو 3. ونحن الان في محافظه البصره حقيقه بالنسبه للقضايا الصحيه كلش ما رقابة ماكو على الصيدليات على الأدوية، رقابة ماكو على الأطباء. الدكتور يعني أكو دكاترة بعض الدكاترة راقبتهم أنه يدخل 80 مراجع بالعيادة مالته وموجودين، يعني هذا ايش وقت يوصل المريض حتى يفحصه من صدق ويبين شنو أسباب مرضى. هاي من ناحية. من ناحية ثانية الصيدليات تروح للصيدلية ينطيك الأدوية ولكن الأدوية حطها لك بسيس وقال لك 80,000 قال لك 70,000 بدون رقابة. المستشفيات أيضا الحكومية يعني المتمكن ممكن يعالج نفسه بمبالغ مالية لأنه متمكن، أما الفقير لا يبقى هدر ومنتهي. يعني بالنسبة للأمراض المزمنة كثيرة يعني عندنا، وهاي أسبابها عدم القيام الحكومات وخصوصا المحليه والمستشفيات بمعالجتهم. بالنسبه اسعدنا احنا الامراض منتشره والادويه حيل غاليه عندنا. اكو واحد متمكن ياخذها ما متمكن ما ياخذها. اي فالما متمكن يجوز يلجا شغلات مد الايد او شغلات تختلف خارج عن القانون ما يقدر يسيطر على نفسه. فلازم اكو دعمه.
والله الدور الصحي نوهت عليه هاي نقطة حلوة. الدور الصحي هنا عندنا كلش فاشل خاصة بالبصرة، الغلاء شو اسمه الأسعار بالدواء، العيادة أول ما تروح 25 يعني عندك الفقير مين يجيب الحالة متضررة، فهاي نريدها يعني احنا من الدكاترة ونريدها يمكن إذا يوصل لهم صوتي زين، إذا يشاهدون التلفزيون يوصل لهم صوتي الفقير يعني أعطي 15 10 سوي العيادة مالته، لأن معظم الشعب العراقي هما فقراء. ترجع للش اسمه للأدوية، هي شلون صارت التجارة الأدوية يعني غلاء الأسعار كلش كلش بشكل مو طبيعي، يعني أكو ناس فقراء تحاول شو تسوي، تحاول تتداين وتجيب شو هم حاجتهم على الدواء شو يسوي. والله دور الصحي مو زين، ليش؟ لأن جابونا أكل حتى جزء ما نفحصون أكله، هذا الفقير بس كنت تعطي دجاجة حطها بجدر شوها بعد وين أعرف ما يقرأ ويكتب، ها هذا الجبن الجيمر يعني كل إشكاله، والله العظيم ما يقدر عليها. وأنا قلت والله العظيم ليش؟ أنا دبرت حالي دبرت حالي أجيت، يجوز بعد نطي حمام ما أقدر أجي لو ما دبر حالي، لأن الطحين بيش الدواء بيش السمك بيش يعني كل الأمور غالية، الطماطة بيش، هتشوف أنت. نعاني ما نعاني يعني حقيقة الحال، أنا اليوم جيت للدكتور فحص الدكتور اليوم 25 يدزك على الرنين، الرنين ياخذ منك 150,000 125,000، تجي للدواء 100,000، الفقير منين يجيب؟ المحتاج منين يجيب؟ تي للمختبر غالي تي زين، يضطر الفقير انه يجي للاخصائي. ليش؟ لان عندنا المستشفيات الحكوميه مدمره، عندنا اجهزه غير متطوره، فيرجع الانسان يعني الفقير حالته يرثى لها. انا توني شخص عنده نقص صار 10,000 دينار للرنين ما عنده، انا اليوم الله مفضل علي عدي، بس انا انظر للفقير اللي ما عنده وين يروح، و10,000 دينار نقص بفلوسه ما قبلوا يدخلونه للرنين، قالوا له لا تكمل فلوسك. زين الفقير والما عنده والكسبه والعامل اللي يوم كامل يشتغل له ب 25,000 دينار، من يصير عنده مريض يذب عليه 300,000 دينار وما يكفلنه، منين يجيب؟ زين تنظر الى المستشفيات الحكوميه يرثى لها، الله تدخل للمستشفى يعتبر العلاج مالك كله من برا، يعني انت قاعد مثل الفندق، يعني انت بس نايم على السرير، العلاج من برا، تحاليلك من برا، يعني انا عندي ذاك اليوم هم مريض بالمستشفى، المستشفى التعليمي، العلاج الفحوصات التحاليل كلها من برا، يعني المستشفى مجرد بس نايم به المريض كفندق. زين فنرجو ان من نواب البصرة من محافظ البصرة ان ينظر للناس. زين هسه عندنا مستشفيات، المستشفى التركي لحد الآن مسدود ولم يكمل ولم يفتحونه، ليش ما يفتحونه؟ انظروا انتم بدل ما تصارخون على كراسيكم، انظروا للناس الفقراء، الناس الكسبة اللي عانت ما عانت. زين وهذا اللي يعني بالنسبة للطب حالة إنسانية للإنسان، حالة إنسانية. يعني أنا أنظر إلى أحد الأخوة يقول لك أنا ما عندي، ضال نايم بالفراش، يقول لك ما عندي أروح للدكاترة للطبيب. زين هذا اذا اروح انا يراد لي 200-250,000 دينار. زين تجي للصيدليات والمختبرات، يعني ماكو اي رقابه، اي رقابه عليهم ماكو، كل من يبيع بكيفه، اخذ الورقه هاي مال العلاج اخذها القي الصيدليه القاها بانزل من هاي الصيدليه اليوم هذا الدكتور. زين تجي للدكتور يقول لك الا تروح لهاي الصيدليه تجيب لي هذا العلاج، او اخذ الوصفه مالت العلاج الى غير صيدلية يقول لي ما اعرف لها. ليش؟ تكون مشفرة، يعني عند اتفاق بين الدكتور وبينه بالصيدلية. اكس عين اكس.